الفيديو ده عايزة اتكلم معاكم عن وصفات لتفتيح الاماكن اللي في الجسم عندنا. طبعا احنا يعني بنسمع كتير عن مشاكل، في ناس عندها مناطق غامقة وبتبقى متضايقة منها وبتجرب وصفات كتير وبتجرب تعمل حاجات كتير وبتاخد منها وقت طويل والموضوع بيبقى شوية مرهق، بس انا معايا وصفة ليكم حلوة جدا، محتاجة ان انتوا تستمروا عليها شوية بس مش وقت طويل وهتحسوا بفرق. تعالوا اوريكم الحاجات اللي احنا هنستخدمها معانا في الوصفه دي. ايه اول حاجه معانا؟ بودره تل بتاعت جونسون. الباودر دي حلوه جدا، بنستخدمها بعد الشاور، بتساعد ان هي ترطب الجسم يعني تنعمه وتدي له ريحه حلوه. المكون الاساسي اللي معانا كريم جلايسوليد. جلايسوليد من احلى الكريمات للترطيب ومن اكتر الكريمات حلوه جدا في تفتيح البشره. تالت حاجه معانا المرهم اللي هو كاربيميد. المرهم ده من احلى يعني المنتجات للتشققات اللي في الجسم وترطيب وكمان للتفتيح. دلوقتي بقى هنحط المكونات دي كلها مع بعض ونشوف الميكس ده هيطلع ازاي. تعالوا يلا عشان اوريكم. اول حاجة هنحطها الكريم ده. الكريم ده احنا تقريبا هناخد يعني ايه كده 3 ارباع العلبة، هنحطها معانا وناخد من الباودر دي مقدار يعني ايه تقريبا دي كده مقدار معلقة، وعايزين واحدة كمان صغيرة، معلقتين صغيرين. تالت حاجة المرهم ده هناخد نص العلبة كده. بعد ما حطيناهم مع بعض بالمقادير اللي قلتلكوا عليها هيبقى هو ده القوام بتاعه، هيبقى كده. الكريم دلوقتي لما هتيجي تستخدميه هتحسي ان هو تقيل شوية، يعني المكونات اللي فيه لما بتتحط كلها مع بعض بتحسي ان هي تقيلة شوية، بس هي كلها مفيدة جدا. دلوقتي هنستخدمه ازاي؟ الكريم ده انا بجيب عندي علبة كريم قبل كده بتبقى فاضية، يعني بغسلها وبنضفها من جوه وبعد كده بحطه فيها وبخليها بقى معايا على طول. ليه بقى على طول؟ علشان انا الكريم ده هستخدمه كل يوم، مش هستخدمه مرة واحدة ولا مرتين في الاسبوع، لا ده هستخدمه كل يوم. هستخدمه كل يوم ازاي؟ انه انا هاخد منه شوية على المنطقة اللي انا عايزة اعمل لها تفتيح، وبعدين هحطه عليها، وبعدين هبتدي ايه اعمل فرق كده المكونات دي مع بعض. خاصة الجلايسوليد بيعمل تقشير للبشرة، بس تقشير لطيف، مش تقشير اللي هو بيشيل طبقة كبيرة، لا تقشير لطيف جدا. فالمكونات دي كلها مع بعضها بفضل اعملها كده على بشرتي ولمدة 5 دقايق. الحركة دي انت كأنك بتعملي مش سكراب، بس انت بتعملي تقشير بسيط لجلدك 5 دقايق، وبعد كده بتسيبيها نص ساعة، ما بتغسليهوش، ما بتجيش ناحيته، ما بتعمليش فيه اي حاجة تانية، سيبيه نص ساعة. بعد النص ساعة دي تدخلي بقى ايه تغسليه بمية دافية، وانتي بتغسليه حاولي برضو ان انتي ايه تكوني بتعملي ايه حركات كده دائرية على المنطقة، وتضغطي ضغطة بسيطة ان انتي تكوني ايه بتقشري شوية الجلد. هنعمل الموضوع ده كل يوم. المهم انه اول اسبوع ما توقعيش منه ولا يوم ولا تفوتي ولا يوم، انتظمي عليه اول اسبوع، وبعد كده كملي. هتحسي بقى ايه من تاني اسبوع ان انتي ابتديتي شوية تشوفي نتيجة، كملي عليه لمدة شهر شهر ونص، هتحسي باختلاف كبير جدا. يا رب تكون الوصفة بتاعتي عجبتكم. لو عندكم اي اسئلة او اي استفسار عن اي حاجة سيبولي كومنتس وانا هرد عليكم.